كلهم اه متعب السوق. طيب سلام عليكم. طيب هنبدا نتكلم عن كورس لو بتكلم عن ام في سي 4 او اس بي دوت نت ام في سي 4. هو كورس شويه كومبلكس يعني الدنيا فيه داخله بعضها يعني، فالناس يعني تحاول اي حاجه مش نفهمها نبدا نقولها عشان بجد هتلاقي الدنيا كده عامله كونفليكت. غير اي غير الاس بي العادي، هتلاقي الاس بي عادي ان انا بفتح الباطن ونقعد الكود، لا يعني ما عادش الحوار اللذيذ ده خالص. تمام. طيب تعالى نتكلم ايه هو الام في سي اصلا، يعني ايه هو الام في سي. تعالى نبدا بس نعرف الكونتنت بتاعت الكورس بتاعتنا ونبدا نتكلم في ايه هو الام في سي. طيب في اول موديول عامه هنتكلم ايه هو الام في سي. الام في سي اصلا يعني بسيطه جدا، عباره عن حاجه زي الاس بي ما بين هو بيبقاش. تمام. فاول حاجه نبدا نعرف ايه الاس بي وازاي اكتب اس بي ام في سي، وازاي انا ابدا اكتب ام في سي، وايه الهيراركي بتاعت ام في سي. تمام. وايه المختلف وايه الادفانس بتاعت الاس بي والادفانس بتاعت الام في سي. طب امتى استخدم اس بي وامتى استخدم ام في سي. ام في سي كتكنولوجي مطلوبه جدا في اي مكان في ماركتنج. تمام. وبيدمن عليها حاجات ثانيه يعني ام في سي بيدمن عليها حاجات ثانيه. طيب تعالى نبدا موديول 2 نبدا نتكلم عن الديزاين. عملت الموديول ده كله نظري، انا احتمال اسبوع كله اصلا. تمام. هو بيتكلم يا ديزاين في الاس بي، فانا هقول بس هاخده منه هاخد الاستراكشر بتاع الاس بي ام بي سي. يعني الاس بي ام بي سي بيتكون من ايه؟ بيتكون حاجه اسمها سي موديل، بيتكون حاجه اسمها كنترولر، اسمها فيو. طيب ايه الحاجات دي كلها؟ انا هبدا بس في الموديول ده هبدا اتكلم الاستراكشر بتاع الام بي سي. طيب تعال بقى نبدا في موديول 3 هنبدا نتكلم في حاجه اسمها موديل. ايه هو الموديل؟ تمام. الموديل ببساطه شديده اي كلاس بتنام تيبل في الداتابيس. تمام. ومش شرط كلاس تنام تيبل في الداتابيس، اي اوبجكت هتبدا تعمله. تمام. اي كلاس خاصه برودكت، كلاس خاصه سيف، كاستم خاصه كلاينت، خاصه بكاستم بستوك، خاصه ببرانش، كل اي حاجه خاصه كاوبجكت بحطها في الموديل. طيب كنترولر ده الاوركسترا بتاع الام بي سي. من غير كنترولر وما فهمتش كنترولر مش هتقدر تشتغل ام بي سي. تمام. الكنترولر له كونسبت معين ببدا اشتغل بيه علشان اقدر ان انا ابيلد ام بي سي ابلكيشن. طيب الفيو هو اليو اي، هو الجرافيك يوزر انترفيس اللي بحط فيه الستايل شيت بتاعي، بحط اتش ام ال 5 الفول ام كنترولز هو الفيو. تمام. يبقى الموديل اي ستور اوبجكت او الاوبجكت او حاجه ماب تيبل في الداتا بيس فبحطها في الموديل. اي كلاس خاصه باي كلاس عامه، اي كلاس كبابليك بحطها فين؟ بحطها في الموديل. الكنترولر زي ما اتفقنا هو الاوركسترا بتاع الام بي سي، لان هو اللي بيخلي يعمل لك فيو، هو اللي بيظهر فيو، هو اللي بياخد انتر اكشن من اليوزر. يعني دخلت انبوت اول حاجه بيعدي عليها هو كنترولر، بيروح يجيب حاجه من الداتابيز اللي بيخصم، هو بيروح يجيب حاجه من الداتابيز هو الكنترولر. فالكنترولر لازم في كونسبت كده لازم نفهمه عشان نقدر نشتغل بيه. في هو اليو اي، اسهل حاجه ابدا نعملها ان انا بس ابدا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اكتب كود اتش ام ال 5 عامه او ايا كان، واكتب كود سي شارب جو فيو. يعني هناخد حاجه اسمها رازل انجن. رازل انجن ان انا ازاي هاو ان انا رايت سي شارب كود ان اتش ام ال ويز اتش ام ال 5. تمام. رازل ده بمعنى بسيط ان انت ترانزاكشن فروم رايتنج اتش ام ال 5 تو سي شارب، ان انا هكتب كود اتش ام ال. تمام. انت تكتب عادي في اي ويب بيج او اي فورم تكتب اتش ام ال 5. طيب انت عايز كونفيرت من رايتنج اتش ام ال 5 تو سي شارب. تمام. يعني انت في نفس الفورم عايز احول من كتابه الكود سي شارب او سوري اتش ام ال سي شارب. تمام. فهنستخدم حاجه اسمها رازل انجن لما نيجي نبدا نتكلم فيها ان شاء الله. طيب موديول 6 بيبدا يتكلم عن تيستنج اند ديبوجنج. عامه الديبوجنج في اي حته في الدنيا تمام هو واحد بس، كل يهمني حاجه اسمها تيستنج. انت ازاي تعمل تيستنج او تيستر الاوبشن بتاعك بيكون فيه جزء خاص بالتيستنج. تمام. يعني التيست انت مثلا عامل هيراركي او ورك فلو ايا كان بكونسبت معين. تمام. طب انت عايز تشوف الورك فلو دي ماشيه بطريقه معينه زي ما انت عايز ولا لا، بتطلع عليك الريزلت ولا لا، دي حاجه بس خاصه بالتيست، واني كده هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب موديول 7 بيبدا يتكلم عن الاستراكشر بتاعت ام بي سي. تمام. ايه الاستراكشر بتاعت في حاجات ثانيه بقى غير الحاجات اللي احنا بناخدها زي الموديل والكنترولر والفيو، في حاجات ثانيه المفروض ان انا بلدها. في حاجه اسمها راوتنج. ايه الراوتنج ده؟ يعني انت مثلا سي انا كل الدراسه بتتكلم في انترو ما تقلقش عشان انت الحاجات دي كلها. يعني ايه راوتنج؟ انت عامه في الاس بي دي نت كنت بتروح الفيزيكال فايل دوت اس بي اكس، كنت بتيجي تعمل ريكويست فاليوزر ما يجي يعمل ريكويست فبروح اصلا الفيزيكال فايل موجود عنده. لا انت ما تروحش اي فيزيكال فايل خالص، هو بيجيب لك بيوديك الفيو كده، الفيو دي هو ما بيروحش ليها اصلا. تمام. هو كل حاجه هو بيعرفها في الفيو لكن ما بيظهرش في اليو ار ال فوق الاكستنشن بتاعت البيج بتاعك. تمام. بيعرض لك حاجه اسمها اكشن. تمام.
اكشن ده نوت فيو او نوت يو اي بيظهر اليوزر. الاكشن دي عباره عن فانكشن، يعني كل بيظهر لي بنزل فانكشن اه، بس الفانكشن دي بتظهر حاجه معينه، بتظهر فيو، بتظهر ريزلت يعني تمام. فكل اللي بيظهر ليه في اليو ار ال ما بيظهرش ليه اكستنشن بتاعك. يعني تيجي تشوف في الفيسبوك هتلاقي مثلا دوت بي اتش بي، تيجي مثلا تشوف موقع زي في الهول هتلاقي مثلا اس بي اكس تمام، هتلاقي الاكستنشن بتاع الحاجه ظاهره فوق تمام. اما الام بي سي ما فيهوش ان اكستنشن، هتلاقي اليو ار ال بيروح حاجه اسمها راوتنج. ايه الراوتنج ده؟ بيروح حاجه اسمها اكشن. الاكشن دي فانكشن، فانكشن تعمل ايه؟ بتيرن ليها فيو. الفيو دي عباره عن يو اي، يو اي ده بيظهر لليوزر تمام. فكل الكونسيبت بتاعت ان انا ما عادش بروح لفيزيكال فايل دوت اس بي اكس. ففي الفيديو 7 ده هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها راوتنج. طيب مديول 8 بنبدا نتكلم عن الستايل شويه، الستايل شيت نبدا نتكلم عن سي اس سي اس او سي اس 3 نبدا ازاي ان انا احطها يعني، او بمعنى بسيط برضه نتكلم عن لي اوت. يعني دلوقتي الاس بي اكس اس بي العادي كان في حاجه اسمها ماستر بيج تمام، انا ما عادش عندي ماستر بيج، عندي حاجه اسمها لي اوت، هم دلعوها شويه يعني تمام. ايه؟ اه تمام كل ما اتكلم اقول لك ما بعتش حاجه اه اه ما خلاص بجد يعني ما فيش ماستر بيج، بس بدينا على ماستر بيج حاجه اسمها لي اوت تمام. لي اوت لي اوت دي لايك ماستر بيج، بس الكونسيبت معين. يعني مثلا في الاس بي في الاس بي اس بي العادي كنا عندنا حاجه اسمها كونتنت بريس هولدر عشان اغير فيه، لا ما عادش عندي كده تمام. لا انا عندي حاجه اسمها ريندر بادي وريندر فانكشن ريندر سيكشنز، فمن كده هنبدا نتكلم فيها. طيب موديول 9 بيبدا يتكلم عن حاجه اسمها بيلدنج الويب بيج. اه يس الفيو انا لو عايز اروت كنترولز بنشتغل على ما عادش عندك كنترولز. لا عايز اشتغل على حاجه بنشتغل على السيرفر اعمل انا ايه؟ ما انت رايس من غير السماء جاي اعمل انا ايه دلوقتي انا يعني؟ بصوا الاي بي سي عامه مش دراج دروب، يعني في الاي بي اللي كان ريحنا يعني يلا واشتغل، هات مش عارف ليست واشتغل، هات مش عارف تكست بوكس وداي دروب. لا انت كل حاجه بتديها من تزل الانبوت تكست اه، في حاجات يعني كل الكنترول موجود عشان اريح يعني ايه كل كل الفيو في اكيد في تمبل، بس ما فيش كنترولز دراج دروب، يعني ما فيش اي كنترول غير الكنترول المسموح لك انك تعملها دراج دروب اتش تي ام ال كنترولز اللي هم حوالي 10 او 12 كنترول، ما فيش اي كنترولز ثانيه بقى تبدا تعملها دراج دروب، هم دول اللي مسموح لهم بقى. مش هتعمل دراج دروب هات اس بي اكس اه والله بكلمك بجد بجد ما حط ايه ينفع تشتغل اس بي اكس. هقول لك حاجه، انا مش انا قلت لك انا شغال سيف احمد بهجت ام بي سي صح؟ المشكله دي قبل ده من ان انا هشتغل ريبورت وعايز احط ريبورت جوه فين؟ جوه الصفحه. بص يعني فيري فيري كومبلكس انك تحط ريبورت فيور جوه في في في, في الام بي سي، صعب جدا ان بتنادي عليه بروجرامنج ازاي تاني كنترول وابدا احطه جوه هنا. لا ده بتبدا تعمله من اي تو زد. ها ما لسه جه لسه 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 جه. هقول لك حاجه ماذا يعني الكور اقول لك هقول لك حاجه يعني عامه الام بي سي فيري فيري لايت، يعني الميزه في الام بي سي عامه فيري فيري لايت خفيف جدا. افتح الصفحه بتاعت اس بي اكس اه افتح الصفحه بتاعت ام بي سي تمام. لو فتحت اثنين شوف دي حجمها دي ودي حجمها دي. عامه برضه تعالى برضه في انت شغال على الموبايل بتاعك شوف هتقول لك هو ليه الصفحه ليه الباك اب بتاعك بتاخد بسرعه تمام. طب ليه مش بتاع كده؟ لان الاس بي اي اصلا عامه الكنترولز بتاعته بتخلي الصفحه حجم الصفحه كبيره، فانت كل ما بتريكويست بيج ثاني فعملت كونسيوم من كونسيوم من الحاجه اللي عندك من كونسيوم الباند ويث بتاعك. اما الام بي سي لا لايت هتلاقي الصفحه مثلا ما انت يعني بالكيلو بايت برضه الام بي اس بي برضه بالكيلو، بس تعالى اقارن دي بدي هتلاقي دي غير دي خالص تمام. حته اللودنج بتاع الام بي سي سريع جدا. ليه؟ ما عندوش لايف سايكل. يعني مثلا انا عايز اقول ايه في البيج لود، ما عندكش بيج لود، ما عندكش لايف سايكل للفيو تمام، ما عندكش اني بيج لود تمام. ده برضه حتى ما عديش بقى بيج لود ومش عارف في بيج ان شاء الله بيج لود وانت كومبليت، ما فيش حاجات دي كلها ما بعديش اصلا، ما عندكش قيمه من الاخر تمام. هنيجي في اول مليون نبدا نعرف ايه الام بي سي كلها يعني. انا بقول لك الدنيا، بس هقول لك ايه الادفانتج، هقول لك الادفانتج بتاعت الام بي سي والادفانتج بتاعت الاس بي عامه. طيب في مديول 9 وصلنا لمديول اللي هي اكسبونس بيج، ان انا هبدا ان انا ازاي اعمل بيج ان انا تنتر اكت مع اليوزرز، بس هنبدا نتكلم في كونسيبت معين حته الانتر اكشن دي. طيب
طيب في موديول 10 بنتكلم عن جافا سكريبت والجي كويري. هناخد في الموديول ده حاجه ظريفه جدا هي الجي كويري UI. تمام، ان انا ازاي اعمل فيجوال انترفيس بالجي كويري. دي لايبر موجوده وانا ببدا اضيفها. يعني تعمل البوب اب اللي بتظهر دي، ممكن تعمل مثلا لوجن ما بودكش صفحه ثانيه بقى، بيطلع لك دايلوج كده وتكتب فيه يوزر نيم وباسورد، وتبدا تعمل ايه؟ تكتب يوزر نيم وباسورد بتاعك، ما بتروحش البيج ثانيه او فيو ثانيه وتكتب اليوزر نيم وباسورد بتاعك. ما عادش الحاجات دي موجوده، هو اليو اي بيظهر لك اليو اي ويبقى بتدخل فيه في نفس الصفحه بوب اب دايلوج وتبدا ايه؟ تكتب فيه. طيب في موديول 11 بنتكلم عن كنترولينج اكسس. في بقى في شويه ليميتيشن ان انا ابدا اكسس الصفحه بتاعتي، يعني من ضمن الحاجات ان انا مش عايز اليوزر سي، يعني انت في الاس بي لو كتبت مثلا يو ار ال معين لفايل دوت تكست بيجيب لك الكونتنت بتاع الفايل. طب انا عايز مهما كان هو يكتب الفايل ده ما يوصلش ليه، فانا ببدا احط ريستريكشن على عمليه ريكويست اللي بيعملها اليوزر. ببدا اعمل ريستريكشن على الحاجات اللي بيبدا يعملها اليوزر بتاعي. طيب مديول 12 هنبدا نتكلم عن حاجات بقى زي الكونفجريشن والممبر شيب والسكيورتي عامه. كل الحاجات السكيورتي الموجوده في الاس بي عامه موجوده عندنا فين؟ في الاس بي ام بي سي. بعد كده هنبدا نتكلم عن ويندوز ازر ويب سيرفيس، وده لازم الانترنت يكون شغال. ويب سيرفيس هتوصلها بس بره، يعني ويب سيرفيس مثلا ما انت تحط دبليو سي او دبليو سي اف الهوست هنا او هوست على اي اس. تمام؟ لا، انما انا مش عايز اهوسته ولا على اي اس ولا عايز على الويندوز بتاعي، انا عايز اهوست الويندوز ده بره. بره يعني ايه؟ ايه؟ كلاود. عايز اهوست كلاود بره، انا مش عارف هم كانوا فين اصلا، بس انا عملت له هوستنج بره. تمام؟ بيديك يو ار ال برضه، بيديك كل حاجه، بس كل الهوستنج بتاعه انت بتضمن ان هو شغال اون كلاود بره، يعني في اي سيرفر موجود بره، مش سيرفر السيرفر ده انا اكون عارفه وعامل هوستنج للسيرفيس بتاعتي ايه. طب كونسبت الكلاود اصلا عامه بسرعه كده، ان انت عندك بس على الجهاز بتاعك براوزر، مش محتاج ولا فيجوال ستوديو ولا محتاج سيكول سيرفر ولا محتاج اني ديفلوبمنت اي دي عشان ابدا اشتغل براوزر. انت كل الحكايه انت محتاج براوزر وباندويتس انترنت شوت داون كده. ده كل الكونسيبت بتاع الكلاود، ان انت كل الهاردوير وكل السوفت وير بتاعتك مش على الجهاز بتاعك. كل الحاجات دي كلها موجوده في سيرفر بره، وانت بتروح هناك على السيرفر ده بس شغال. طيب هنبدا نتكلم عن امبلمنتنج ويب بي اي. دي مهمه جدا. ويب بي اي هي لايك ويب سيرفيس دبليو سي اف. بتبدا تعمل ويب سيرفيس، تمام؟ بس تبدا تعمل ويب سيرفيس كونسيبت مختلف. يعني هقول لك الديفرنت بتوين الاثنين دبليو سي اف والويب سيرفيس والبي اي. يعني ويب سيرفيس دبليو سي اف كان لهم يو ار ال، كان لهم ريفرنس، صح؟ لو ما اديتش ريفرنس مش هقدر اشتغل عليه. ولا دبليو سي اف ولا اشتغل ويب سيرفيس، لا دي مالهاش اني ريفرنس. دي مالهاش اني ريفرنس. هي حاجه شغاله في الباك جراوند، حاجه شغاله. يعني دلوقتي انا عشان اشتغل على ويب سيرفيس او دبليو سي اف ان كنت عندي ريفرنس وابدا اشوف الكلاسز او الفانكشن اللي جوه في الفلوت في السيرفيس بتاعتي. لا، دي حاجه شغاله في الباك جراوند عادي. ما اليوزر يعمل ريكويست، هو عامل هي هتعمل ريكويست ليه ويبدا يطلع لي عايز ايه. يعني عملت فانكشن اسمها اد، هو شغاله عندي حاجه شغاله زي ثريد شغاله كده في الباك جراوند. لما اليوزر يعمل اد هنا الفانكشن اد يرجع يعمل ايه؟ عامل له ريسبونس. فالويب بي اي عامه البيج ديفرنس مفيش عامه ديفرنس ديفرنس خالص. فكل اللي بعتمد عليه اليو ار ال بتاع الصفحه دي او اليو ار ال بتاع الفانكشن. مش عندي اني ريسبونس. تمام؟ طيب عملوها برضو علشان يعملوا سيرفيس لكل حاجه، يعني سيرفيس كونكت موبايل تشتغل، كونكت بي سي تشتغل، كونكت تابلت تشتغل، اي كان ريسورسز كونكت عليها تشتغل. فالويب بي اي لايك ويب سيرفيس لايك ويب سيرفيس. ودي نتكلم عنها بالتفصيل، بس الديفرنس بين اثنين ان مفيش ما عادش في ريفرنس عامه. طيب في مديول 15 نتكلم عن هاندلنج ريكويست، ازاي اغير في عمليه الريكويست والريسبونس عامه نبدا نتكلم فيها. مديول 16 نتكلم ديبلومنت، انا ازاي اعمل ديبلومنت للويب سايت بتاعي بعد ما ايه؟ بعد ما اخلص. تعالوا بقى لما نخلص تعالوا بقى نبدا نتكلم في اول مديول. تعالوا بقى نتكلم بس بقى نشوف المهم. تعالوا بقى نتكلم في اول يعني ايه ام بي سي؟ يعني ايه ام بي سي؟ طيب تعالوا نسيب من الهري ده. يعني ايه ام بي سي؟ يعني ايه اس بي دوت نت ام بي سي؟ لو هنمسكها واحده واحده كده، يعني ايه اس بي؟ اس بي بلاتفورم ويب بلاتفورم عشان اقدر نبيلد انتربرايز كول ابلكيشن او دايناميك ويب ابلكيشن. يعني ان انا
ابيلد دايناميك ويب ابلكيشن، بمعنى ويب ابلكيشن في داتابيس اوف سايت في داتابيس، يعني انا اقدر اغير في الكونتنت بتاع الويب سايت بتاعي. ده معناه الاي اس بي اللي بيبدا يعمله بيعمل دايناميك ويب سايت او انتربرايز ويب سايت علشان يكون عندي الابيلتي ان انا اعمل ويب سايت ويز داتابيس. يعني ايه ويب سايت ويز داتابيس؟ ان انا اقدر اغير في الكونتنت في الويب سايت ايه؟ في الويب سايت بتاعي. طيب يعني ايه ام في سي؟ ام في سي اتس باتر، طريقه كتابه الكود، طريقه مختلفه لكتابه الكود. يعني في الاي اس بي العادي كنا عشان نكتب الكود كان عندي ايفنتس، تمام، كنت بفتح الصفحه بتاعتي ودبل كليك واكتب ايه؟ واكتب الكود بتاعي. لا، في الـ MVC هنبدأ ناخد طريقة مختلفة اللي هي الباترن بتاع طريقة كتابة الكود مختلفة غير طريقة الكتابة العادية في الـ ESP، اللي هي طريقة وي معينة عشان أقدر إن أنا أقدر أتعامل مع الـ MVC اللي هم بيسموها موديل الـ M View Controller MVC، تمام، موديل View Controller. دي الطريقة المختلفة. لما نيجي لها بقى في الكونسيبت ده هنبدأ إيه؟ نجيب بس الجرس بتاعها ونبدأ نتكلم فيها. طيب الاي اس بي العادي كان عاد بروجيكتس، البروجيكت دي سيست او ويب فورمز، مكون من ويب فورمز، تمام. كل ويب فورم عباره عن حاجتين، عباره عن اس بي اكس وعباره عن ايه؟ سي اس. الاس بي اكس كان باكت في اليو اي بتاعي هو كل الكنترولز بتاعت الاتش ام كنترول اند سيرفر كنترولز. اما البيهايند بتاع الحاجه دي فبكون بكتب ايه؟ بكتب السي شارب كود بتاعي اللي هو السيرفر ايه؟ سيرفر سايد. فانا كان عندي كلاين سايد وسيرفر سايد، كلاين سايد بتاعي كان هو اليو اي بتاعي اللي هو الاس بي اكس، والسيرفر سايد هو السي شارب كود بتاعي، تمام. لا، دي طريقه بتاعت الاس بي. طريقه الام في سي ان انت تبدا تفصل كل حاجه لوحدها خالص، الكلاسز لوحدها، اليو اي لوحده. يعني تقول لي طب ما يا عم في الاس بي كان اليو اي لوحده؟ لا، اليو اي كان بيهايند وراه على طول مين؟ كان السيشارب كود، كان في سيرفر سايد، تمام. يعني الصفحه نفسها فيها الاثنين، فيها اس بي وفيها السيشارب بتاعك. اما لا، انت فصلت اليو اي، اليو اي مش تحته اني كود، اليو اي مش كان البهايم بتاع الاس بي كان فيه سي شارب، تمام. لا، هي صفحه مثلا اتش ميل ده اتش ام ال، تمام، مش بهايم، مفيش بهايم وراها اني كود، فهي صفحه اتش ام ال، تمام. يعني اس بي اكس كان وراها في اس كان وراها كود، اما الام بي سي هي عباره عن الاكستنشن بتاعها دوت سي اس اتش تي ام ال، دوت سي اس اتش تي ام ال، هو بس ما فيهاش غير كود اتش تي ام ال. هتقول لي طب ما انت قلت لنا انك سي شارب، سي شارب بيرندر اصلا اتش تي ام ال، يعني كود الشباب اللي انت بتكتبه في الام بي سي في الاخر بيرندر اتش تي ام ال، تمام. يبقى الصفحه بتاعتي مالهاش اني بهايند. حته الكنترولر، حته دي بقى، دي بقى شفت بقى التيرز، شفت لما تيجي تاني تبيل تير وتبيل داتا اكس وتبيل بيزنس وتبيل بريتشلير، هم عملوها علشان تبقى اورجنايز. يعني الاس بي كنت ممكن افتح زمان، كنا بنعمل كنا ممكن افتح حاجه الصفحه بتاعتي واكتب كود في اكتب البطن في 1000 سطر، صح؟ عندي مشكله؟ ما كنتش مش شرط ان انا قابلت تيز، فاهم، افتح صفحه واكتب هو وان بروجي، هو وان بروجي فيه كل الكود بتاعك، كل داتابيز، كل النيتورك، كل الجرافيكس، هو كل حاجه. لا، الام بي سي اذا كنت انت ما كنتش اورجنايز في الاس بي فانت مجبر في الام بي سي تكون اورجنايز. الفيو لوحدها، اليو اي لوحده، اي حاجه هتبدا تتعامل مع الداتابيز لوحدها، اي حاجه هتبدا تتعامل مع اليو اي والداتابيز لوحدها. فانت مجبر تكون اورجنايز. مجبر تكون اورجنايز، تمام، غير الاس بي اكس خالص. طيب، ايه الديفرنس تاني؟ الاس بي عامة، الاس بي عامة أول حاجة هناخدها للايف سايكل، الصفحة نفسها لها لايف سايكل، تمام. هتلاقي ما تيجي عندك بيج لود، مش البيج لود دي لايف سايكل، دي الايفنتس بتاعت اليو، وفي عندك بيج انشلايز، بيج برينشلايز، وبيج ان كومبليت، انشلايز كومبليت، وكل الايفنت بتاعت الصفحة بتاعته. فده اللي كان كونسيوم تايم عشان يقدر ايه؟ يقدر يقوم لك الصفحة بتاعته. أنا ما عنديش كده في الاس بي ام بي سي، ما عنديش اني لايف سايكل، الصفحة بتطلع بتجي لك على طول، ما تدخلش المراحل بتاعتي، تدخل المراحل بتاعت الصفحه بتاعتي في الاي اس بي العامه، تمام. يبقى اول ديفرنس، اول ديفرنس ان الصفحه بتاعتي في الاي اس بي كان ليها بيج لايف سايكل، فده كان كونسيوم تايم عشان يقدر اليوزر يعمل ريكويست وريسبونس، لكن بيديله تايم معين عشان يقدر يرد عليه. اما 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 الاي اس بي ام بي سي فانت بتروح ريكويست فانكشن تاني، تروح ريكويست فانكشن، الفانكشن دي مسؤوله انك ترجع لك يو اي، ما فيش لايف سايكل، مفيش لايف سايكل، تمام. انت بتروح تروح حاجه بتديك لك حاجه انت عايزها، ما بتروحش بقى ريكويست البيج فيبدا يرد لك الايفنتس كلها، خد يا عم انا مش عايز غير الفانكشن بتاع سي ان انا هاد واعمل حاجه، لا، هو بس انت عايز فانكشن بتعمل اد، يقول لك خد يا عم الفانكشن بتاعت ايه او اليو اي بتاع ايه، عايز تعمل فانكشن اسمها سيلكت اول، اليو اي بتاع سيلكت اول، تمام. فدي الديفرنس، ما بتلودش كل حاجه في الصفحه بتاعتك، لا، بتلود الحاجه اللي انت عايزها بس،
سي انت عايز تلود الحاجه بتاعت سيلكت اول فانت بتلود سيلكت اول، عايز تلود الحاجه بتاعت لاتر بتلود حاجه اسمها بتاع الات. يبقى دي اول ديفرنس. ثاني ديفرنس هي الفيو ستيت، ان الاي اس بي دوت نت مينتين ستيت، يعني كل الكنترولز اللي كانت كنترول سيرفر سايد كانت بتعمل مينتين ستيت. يعني ايه مينتين ستيت؟ يعني تقدر تشوف الداتا اللي جواها. يعني ايه برضه؟ يعني كل الكنترولز كانت البيهايند بتاعها او في الصفحه بتاعها في بيحصل لها سيرياليزيشن، علشان كده الام بي سي عامه سوري الاس بي هتلاقي الصفحه بتاعتي في حاجات كده في كود غريب او كلام في الاس بي كنترولز، هتلاقي زي التكست بوكس هتلاقي في تحتها كده في تحتها كهيدن هتلاقي حاجات معموله لها سيرياليزيشن، كلام كده غريب بارقام في تكست مش عارف ايه، تمام؟ وده كان بيلود دي الصفحه بتاعتي، كان بينكريز سايز اوف بيج، كان بيزود ليا الصفحه بتاعتي. طبعا احنا بنتكلم على الاس بي عباره عن اتش ام كنترول سيرفر كنترولز، تمام؟ اما الام بي سي هو اتش ام كنترولز، فعشان كده مفيش فيو ستيت او الصفحه بتاعتي ما بتعملش مينتين ستيت. يعني ما بتعملش مينتين ستيت يعني حجم الصفحه بتاعتي مش هيكون زي حجم الصفحه في الاس بي. مينتين ستيت مش بشوف كنترول كده، مش لو عملت بوست باك وترجع تلاقي مثلا الكلام اللي كاتباه لسه في تكست بوكس، ده المينتين ستيت، ان كل الكنترول بتاعتي بتمينتين ستيت. الصفحه نفسها بيبقى لها شويه انفورميشن برضه بتمينتين ستيت، هتلاقي البيهايند بتاع الصفحه بتاعتك الكود انت كاتباه اصلا انت كنت بتكتبه حاجه في التكست بوكس، لو عملت بص باك ورجعتي فالكلام اللي انت كاتباه لسه موجود فين؟ في الكنترول بتاعك، ده المينتين ستيت، تمام؟ يبقى دي ثاني حاجه مش الاف سايكل والمينتين ستيت، تمام؟ تالت حاجه ايه؟ بيج لايف سايكل، تمام؟ حته ايه؟ عادي لو في بورد انا اكتب مش مشكله. اكتب على البي على ال على البين مش مشكله. هجيب لك ما عنديش مجال في اي حاجه. طيب بسرعه كده اهو. طيب هنفرق difference between ASP.NET and ASP.NET MVC. نتكلم على version 4 طبعا في دلوقتي 5 and 6. بس مفيش difference كبير يعني. تمام؟ أول حاجة كانت difference between الاثنين إن كان في الـ ASP العادي بيج لايف سايكل. طب نتكلم على الاس بي دوت نت. طبعا الكلام ده مش ما عنديش اني بيج لايف سايكل في الام بي سي، تمام؟ طيب تاني حاجه من ضمن الحاجات المهمه كانت المينتيننس ستيت. ان الاي اس بي العادي عنده حاجه اسمها مينتين ستيت، تمام؟ قلنا المينتين ستيت اللي انا كنت بكتب في التكست بوكس سيرفر كنترولز اي حاجه واروح اعمل بوست باك ارجع الاقي نفس الداتا الموجوده. طب ليه؟ لان هو في هيدن كده، في حاجه هيدن في الاي اس بي. لو كنا فتحنا البيج سورس بتاع الصفحه بتاعتي هتلاقي في هيدن اتريبيوت. الاتريبيوت دي متخزن فيها الكلام بتاعك انت كتبته في التكست بوكس بتاعك. طيب ثالث حاجه في الاس بي ان انا كنت بروح انادي على فيزيكال فايل موجود عندي. ان انا كنت بروح انادي على فيزيكال فايل موجود عندي. يعني تعال نسميها كده. اه
طيب كنت بعمل ريكويست او ريكويست في الاس بي اكس كيوزر كان بيروح يعمل ريكويست كان بيرجع له فيزيكال ايه؟ لازم يكون عندك فيزيكال فايل عشان يقدر يودي لي. كنت بروح اطلب فيزيكال فايل. الفيزيكال فايل ده اكستنشن بتاعه كان ايه؟ اس بي اكس. لو الاس بي اكس مش موجود مش هيديني اي ريكويست تمام؟ اما في الام في سي بروح اريكويست فانكشن. ازاي يا عم؟ هقول لك ازاي. في الام في سي بروح على ريكويست فانكشن، فانكشن دي بتتم لي اي ار. اما هنا في الاس بي ودي بقى البيج ديفرنس بين الاثنين ان الاس بي بحاجه بيسموها ديكابل. ايه ديكابل؟ ان الباتون مثلا انت عامل باتون في الصفحه بتاعتك اسمه كريت. فالكريت ده هو مربوط بس بين بالصفحه دي بتاعت مثلا كاستمر تمام؟ انت عامل بيج لكاستمر وعامل فيها باتون اسمه كريت، فالباتون ده بس ما ينفعش في كود غير كريت مين؟ غير كريت كاستمر. لا الام بي سي لا، انت ممكن تعمل باتون ينادي على اي فيو موجود عندك. ممكن تعمل باتون ينادي على اي فيو موجود عندك. اما في الاي اس بي كنت دي بتعمل الفورم بتاعتك، الفورم بتاعتك فيها الفورم دي خاصه بالكاستمر فيها باتون اسمه كريت، فكريت ده ما ينفعش فقط اونلي غير البيج بتاع كريت كاستمر. هو جواه اصلا غير الكود بتاع مين؟ بتاع كاستمر. اما في الاس بي ام بي سي الباتون ممكن ينادي على اي في الدنيا، ممكن ينادي على اي في، ممكن يروح لاي في الدنيا، ممكن لانه بيروح بينادي على فانكشن. الباتون نفسه ما بيناديش على اس بي اكس او بينادي على اتش ام ال، الباتون بينادي على فانكشن. فانا ببدا اقول له الريكوست بتاعك بيروح لفانكشن. ايه انت عامله زرار في الصفحه دي مش هينفع استخدمه في الصفحه دي. عامله زرار باتون اهو اسمه كريت كاستمر تمام، مش هينفع يستخدم غير فين؟ هو مربوط بين، لو شلتيه وحطيتيه في مكان تاني مش هيشتغل. ايه؟ ما إيه؟ لسه حته الناديه دي هنيجي لها، بس انا عايز اوصلك ان الباتون نفسه مش مربوط باي فيو. الباتون ده حاجه اون بابليك كده بينادي على اي فيو هو عايزها. هتقول بقى ايه الاستفاده؟ ايه؟ هوريك ايه الاستفاده؟ ايه؟ هوريك لا لا ولا اي حاجه خالص، هوريك مدى الاستفاده ان انا ازاي الباتون يقدر ينادي على اي فيو في الدنيا. تمام؟ يقدر يطلع له اي فيو، انما الباتون بتاعي مش مربوط ببيتش معينه هو ده تبدا تشتغل هنا. الباتون ممكن ينادي على اي فيو موجود عندي. قلنا الفيو مش هينادي على فيو بقى، هينادي على فانكشن. تمام؟ ان الفانكشن في الاخر بتترن له فيو او بتترن له اي اي. تمام؟ برضه ما نيجي هنبدا اوضحها اكتر من كده. طيب الحاجه دي بنسميها في الام بي سي عامه اول حاجه في الام بي سي مفيش اصلا بيج لايف سايكل. تاني حاجة الكنترول نفسها not have maintain state. تالت حاجة ان انا كنت بنادي هنا على physical file، انا عندي هنا حاجة اسمها routing والrouting بيس قلنا بنادي على function ما بنديش عليه extension خالص. طيب هنا اربعة، هنا انا عندي اقدر استخدم physical control عندي ايه؟ عندي سيرفر كنترول اتش تي ام ال كنترول. هنا ما عنديش فقط غير اتش تي ام ال. تعال احط الجريدايه كده في الاي اس بي اكس العادي، حط الجريدايه شوف حجم الصفحه بتاعتك عامل ازاي. ما عندك بقى جريد خالص
ما عندكش جريد عندك في الام في سي. طب اعملها ازاي؟ هنشوف ان انا ازاي ابدا اعمل سي جريد. يبقى ده مفيش تمام. يبقى ده ايه طبعا. طيب هو ايه؟ طيب ما ده الكونسيبت. احنا عايزين نوصل عامة حتة ان انا في يعني خمسة انا ممكن عادي الكود بتاعي يكون وان بروجكت واشتغل عادي. يعني حتة ان انا ابدا اشتغل ان الكود بتاعي هو وان بروجكت اقدر افتح الفورم ابدا ان انا ارمي فيه كل في كل حاجة تمام. يعني نوت اورجنايزد يعني الدنيا مش متقسمة تيرز هنا نوت ده هنا انت مجبر ان انت اصلا شغال اورجنايزد عندك ثلاث حاجات عندك موديل وعندك قلنا الموديل ده خاص بكلاسز وعندك الفيو خاص باليو اي وعندي الكنترولر اتفقنا الكنترولر ده هو اللي بيبدا ياخد حاجه بياخد حاجه من اليو اي هو اللي بيبدا اول حاجه بيبدا ينتر اكت مع اليوزر هو الكنترولر. اول حاجه بيبدا ان انا خلاص اليوزر مثلا عمل ريكويست لبيج معين او عمل ريكويست عايز يعمل سيلكت الاول برودكتس ما بروحش بقى الفيو ده هو بيروح للفانكشن بيروح للكنترول. طب الفانكشن دي موجوده فين؟ في الكنترول. فعمليه هاندل للريكويست اللي بيبدا يهاندل الريكويست بتاعتي هو مين؟ الكنترول. يعني ايه هاندل الريكويست بتاعتي؟ معنى كده ان اول حاجه لازم يكون عندي ايه؟ فيو عشان اليوزر يقدر يقرا طلبات معينه. فاول ما بيضغط على حاجه فاول حاجه بيعدي عليها ما بروحش ستيت موديل بيروح على فين؟ على الكنترول. ولو لقاه هو محتاج حاجه من الكلاسز او حاجه من الداتا بيز يعني هو بيوديه بيرجع تاني فين؟ يو اي. ما تيجي الرسمه بتاعتها نبدا نوضحها في القناه تمام؟ يبقى انا هنا ما عنديش اني اير اورجنايزد كل الكود ببدا افتح الصفحه بتاعتي واكتبه تمام؟ لا هنا انت مجبر يكون عندك موديل ويكون عندك فيو ويكون عندك كنترولر تمام؟ ده البيج ديفرنس بتوين الاثنين تمام؟ طيب ايه امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ يعني امتى استخدم اس بي؟ هي الاس بي دوت نت هي تكنولوجيا لغايه الان ستيل ان هي الناس بتبدا تستخدمها وستيل الان لغايه الان مايكروسوفت بتبدا الناس لها ابديتس تمام؟ مش معنى كده ان هي تكنولوجيا حصل لها ديبليكيت ان هي خلاص ريموت لا هي تكنولوجيا لغايه الان بيبدا الناس يستخدموها تمام؟ ايه؟ لا ما اعتقدش ان هي هتريموت ما اعتقدش ان هي هتريموت خالص تمام؟ الام بي سي كومبلكس فيري جود في الحقيقه ان هو البيلدنج بتاعه شويه عايز شويه كونسبت عشان اقدر ان انا اوصله. طيب ايه؟ بس انت هتشوف برضه ما تيجي ديفيلوب عشان برضه انا شغال فيه، ما تيجي ديفيلوب هتلاقي الدنيا برضه فيها ستيل الدنيا فيها برضه صعبه. طيب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ يعني امتى استخدم الام بي سي وامتى استخدم حته الاس بي عامه بيفرق معاك في التايم. يعني انت لو عايز تعمل ويب سايت تنجز ويب سايت بسرعه فانت عندك سيرفر كنترول دراج اند دروب وابدا الايفنت وافتح باتن واكتب ويت وابدا الحاجات دي كلها تمام. فانت ستيل انت عندك تايم تقدر تنجز ويب سايت في تايم معين تمام. طيب وكل الديس ادفانتج بقى اللي انا قلتها كلها ان هي الفيجوال سايكل في لومنتين ستيت والريكويست فيزيكال فايل وبي و نوت اورجنايزد كل بتفتح الصفحه بتاعت الفيلتر دي الكود بتاعك تمام. هو بس في حته ان انا التايم وانا بكون عندي سيرفر كنترول سهل عليه عمليه الديفلوبمنت حته الداتا سورسز الكنترول بتاع الداتا سورسز تبدا الكنترول تدي الداتا سورس بتاعته يبدا ايه؟ يبدا يشتغل تمام؟ لا الام بي سي بقى ام بي سي هو ميزته حاجه ان هو فيري فيري لايت حته ان انا ابدا ان انا الصفحه بتاعتي تكون خفيفه جدا دي من ضمن الحاجات الميزه الموجوده في الام بي سي تمام؟ طيب ايه تاني؟ حته ان انا ما بريكوستش فيزيكال فايل انا كل اللي بريكوست فانكشن تمام؟ يعني هقول لك حاجه انت مثلا كنت عشان تيست فانكشن في بيج في اس بي كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح تقوم السيرفر كله عشان تيست فانكشن موجوده في البيج بتاعك. اما انت في الاس في الام بي سي انت عايز تيست فانكشن اسمها ايه؟ تروح تيست فقط فانكشن اسمها ايه؟ شوف الديفرنس؟ انت في الاس بي العادي لو كنت انا عايز بس اروح تيست الفانكشن اسمها ايه؟ صح؟ كنت بتروح تقوم بقى البيج باللايف سايكل بتاعتها بالفانكشن جواها عشان تيست فانكشن اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ اما في الام بي سي انت بس عايز تقوم الفانكشن اسمها ايه فانت بتروح بس تقوم الفانكشن اسمها ايه تمام. دي ديفرنت نوت حته التستنج ان انا بقول
تكست ان انا هعمل تيست اوف دي باك. انا بروح ارن ايه كول بيج بيش كلها ايه تمام. طيب في الاس بي اكس انا بعمل بس تيست اوت باك فور اكشن. الاكشن ده هو عباره عن ميسج. طيب ال ام بي سي برضو الديس ادفانتج بتاعته ان هو ان انت كل الكنترولز عندك اتش ام كنترولز، ما اقدرش استخدم سيرفر كنترولز، ما عنديش اصلا في السيرفر كنترولز هنا يعني ما عنديش في الكنترولز كده في التول بوكس بتاعي ما عنديش اني سيرفر كنترول. يا عم انا هستخدم سيرفر، لا ما عندكش خالص تمام، ما عندكش اصلا، مش ظاهر لك اصلا السيرفر كنترولز، هو بس اونلي هتلاقي كاتب لك اتش تي ام ال تمام. دي من ضمن الحاجات اللي موجوده برضه في ام بي سي هو بس. انا ما اعرفش ابص بوصفات حديثه عن لا اي حاجه تخليني. انت عايز بقى توصل لما انت بتقول يا باشمهندس محمد ريبورت فيور، فانت مضطر انت تضيف مش مضطر انت ده اوبشن موجود عندك، انت تضيف عادي اس بي فورم عاديه خالص جوه في البروجكت بتاعك وهيظهر لك سيرفر كنترولز، يظهر لك عادي سيرفر كنترولز عشان تقدر تتعامل مع ريبورت فيور. اما عشان تضيف ريبورت فيور انت اصلا ما عندكش سيرفر كنترول، فاهم؟ ما عنديش سيرفر كنترول اسمه ريبورت فيور، فانت تبدا تهندل السيرفر كنترول ده ريبورت فيور بروجرامنج، انت هتبدا تنادى عليه بقى كله مش عارف فورينج هنا ومش عارف يبدا تعمل فيه وتبدا تعمل من اي تو زد تمام. فانت لو عايز تبدا تتعامل مع ريبورت فيور كسيرفر كنترول فانت ممكن عندك الابل انت هتبدا تتعامل مع اس بي اكس عليها خالص، صح؟ اس بي اكس تبدا تضيف فيها الكنترولز بتاعك تمام. في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب في حاجه خاصه يعني بنات بيعمل سكورت عليها عادي اه عادي. لا هو يا جماعه بصوا اول حاجه هو الاي اس بي دوت نت ام بي سي هو بيلد اون فريم ورك اس بي، يعني كل الحاجه بتاعه الاي اس بي عامه موجوده في الام بي سي، حاجات زي المينتين ستيت، حاجات زي السيشن، حاجات زي الفيو ستيت، حاجات زي الابلكيشن ستيت، دي كلها اصلا موجوده فين؟ موجوده في الاس بي، لان الاس بي دوت نت ام بي سي اصلا هو كتكنولوجي هو بيلت اون فريم ورك اس بي، يعني كل الحاجات اللي ممكن تستخدمها في الاس بي عامه ممكن تستخدمها في الام بي سي تمام. حاجات زي الفيو ستيت اقدر استخدمها، حاجات زي السيشن اقدر استخدمها، حاجات زي الابلكيشن ستيت اقدر استخدمها، فكل الحاجات دي موجوده عندي، حاجات الستيم دي موجوده عندي مش ما حصلش ليها ان موفنج خالص تمام. حته الكونفجريشن زي لوك كونفجريشن وكونكشن سترينج والحاجات اللي كنت بعملها في الكونفجريشن بتاعتي ستيل لغايه الان موجوده تمام. حته الممبر شيب وحته السكيورتي كلها برضه ستيل لغايه ما، فكل الحاجات اللي هي بتاعت اس بي في برضه حاجات منها موجوده في الاس بي دوت نت ام بي سي تمام. بس مش حصل على ريبيت ولا ريموف، لا، لان اصلا الاس بي دوت نت ام بي سي بيلت اون فريم ورك بتاعت الاس بي تمام. فالحاجات زي الكونفجريشن ما تيجي في موديولز 12 هتلاقي برضه عندنا حاجه اسمها مينتين ستيت، حاجات زي الفيو ستيت، حاجات زي بيس سيشن، وحاجات زي الابلكيشن ستيت، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده عندنا برضه تمام. خلاص كده. طيب الاس بي دوت نت فيش لايف سايكل، دي كانت من ضمن الحاجات بتلاقي بتويت ريل تايم في عمليه ريكوست ريسبونس، حته مينتين ستيت كنترولز كلها عباره عن سيرفر كنترول بتمينتين ستيت الداتا بتستل لغايه جواها، فده بينكريز بيها السايت اوف بيج. حتى ان انا بروح على ريكويست فيزيكال فايل اس بي اكس، حتى ان انا عندي سيرفر كنترول اتش كنترولز في الاس بي عامه سيرفر كنترول فان هي بتريد هي سيلف بيج مش اورجنايزد، هنا الاس بي دوت نت مش اورجنايزد، اقدر افتح الصفحه بتاعتي واركب بيها واركب الكود بتاعتي. معنى كده انا عامل البي لود كول واللود بالانسنج على ايه؟ على البيج دي اللي انا عامل ريكويست دي. اما لا اللي هنا في الام بي سي فهو انت موزعها كده كده، في بيبدا يروح للموديل، وبعد ما يروح للموديل يروح للكنترول، وبعد ما يروح للكنترول يروح للفيو، او الكنترول يوديك الموديل ويرجع يرجعك ايه. فكل اللود بالانس بتاعك متوزع على ثلاث حاجات، بدل ما يكون متوزع على حاجه واحده يبدا ينكريز التايم بتاعك، لو متوزع على ثلاث حاجات بحيث يوزع اللود كلهم على الثلاث حاجات ايه الموجوده الموجودين عندي. حته تيست ديباج او حته عملت من ديباج تيستنج، ان انا عشان اروح تيست فانكشن فبروح اقوم الهول بيتش كلها عشان اقدر تيست فانكشن. اما لا في الام بي سي فانت بتروح بس عايز تيست الفانكشن اسمها اد، فانت بتروح بس تيست الفانكشن اسمها اد. طيب تعال نبدا
تتكلم. ده كله بس انا وضحت قلت ايه هو الام في سي وقلت الديفرنس بين الاثنين. شايف الصفحه دي؟ اوكي ماشي. طيب دي من ضمن الحاجات عادي اللي احنا ممكن نتكلم فيها. هيقول لك يعني في الديفلوب ايه التول ممكن استخدمها. يعني انت بتيجي تبدا تستخدم، انت عايز تبيلد ابلكيشنز، بتمر بثلاث حاجات دي بالديفلوب. فالديفلوب انت محتاج اي دي معين زي الويب ماتريكس. الويب ماتريكس دي حاجات برضه تبع مايكروسوفت، تول تبع مايكروسوفت برضه طلعوها عشان الحاجات الجديده زي الويب وورد بريس، حاجه اسمها سي ام اس. تمام، كل اللي انت عايز تعمل حاجه زي دي او عايز تبيلد برضه، عايز تبدا تشتغل بي اتش بي بتول مايكروسوفت، فانت عندك حاجه اسمها ويب ماتريكس، فدي من ضمن التولز بتاعت مايكروسوفت عشان تبدا ايه تبدا تشتغل بيها. هي الحاجات الجديده اللي هي بتكونكت على، تبدا تبيلد ويب سايت على الانترنت زي الوورد بريس كده وزي البوت ستراب، من ضمن الحاجات اللي ظاهره في السنه الدنيا. طيب وبرده ان انا ارجع للتول بتاعت الفيجوال ستوديو ان انا ابدا اديفلوب من خلال الفيجوال ستوديو. حته الهوستنج ان انا اروح استخدم في الهوستنج، بستخدم في هوست اي اي اس عشان اقدر اهوست الويب سايت بتاعي، السيكول سيرفر ويندوز او السيكول سيرفر عامه عشان اهوست الداتا بيز بتاعتي. طيب اتفقنا دي التكنولوجي اللي ببدا ابيلد بيها كلاودنج ويب سايت او كلاودنج تكنولوجي. تمام، حتى كل الكلاودنج عند اصلا مايكروسوفت عندها حاجه اسمها وينز ازر، كورس اسمه وينز ازر. وينز ازر ده بيعلمك انت ازاي تبدا تديفلوب كل حاجه بره، مش عندك ايه؟ مش عندك على الفيزيكال فايل، يعني ما عندكش هارد ديسك ولا عندك فيجوال ستوديو ولا عندك سيكول سيرفر، كله بره. تمام، فانت كل اللي محتاجه براوزر عشان تكونكت ايه؟ طب بس الحاجات دي بفلوس. سيكوال داتابيس حاجات بفلوس بجد، يعني هو بيديك فري شهر تقدر تستخدمها، وبعد ما شهر او شهر او تقريبا ثلاث شهور يخلصوا فانت كده يعني من ضمن الحاجات الميزه، يعني انا شايفها ميزه في وانت ازر ده. مثلا نيجي كنت بشتغل شير بوينت، عشان قعدت اصدق شير بوينت انا قعدت يوم كامل بجد عشان اصدق شير بوينت. بصيت مثلا ويندوز سيرفر، وبصيت شير بوينت، بصيت سيكول سيرفر، وبصيت الريكويست بتاع شير بوينت، قعدت يوم كامل بجد عشان اقدر ان انا اسيت اب. اما لا، اما في هناك مايكروسوفت عامل لك كده، يقول لك ايه؟ اختار ماشين، اختار ماشين، تختار ماشين، فيبدا عامل لك الماشين بتاعتك في خمس دقايق بالظبط تقدر تشتغل شير بوينت. طيب من ضمن الحاجات اللي انا ممكن في حته اكسكيوشن عشان ابدا اديفلوب بيها، فانا عندي سيرفر سايد وعندي كلاينت سايد. السيرفر سايد حاليا احنا كنا بنستخدمه هو الاس بي دوت نت، اما الكلاينت سايد انا ممكن استخدم جافا سكريبت وجي كوير والاجكس واي حاجه تخص اللايبرري بتاعت جافا سكريبت عامه. طبعا الاجكس عامه في الاس بي دوت نت من ام في سي مختلف كاملا عن الاس بي العادي. يعني انت في الاس بي العادي كنت بتعمل عشان تعمل اجكس بتعمل ايه؟ بضيف حاجه اسمها سكريبت مانجر. تمام، بعد ما تضيف سكريبت مانجر عايز ايه الصفحه انت عايز تعملها، فبضيف حاجه اسمها ابديت بانل وجواها كونتنت ايه؟ انت ما عندكش اي كنترول من دي، فكل الديفلوب بتاعك من اي تو زد كود. تمام، فبرضه انت عندك حاجات ستيل خاصه بيه الاجكس. طيب في البروجرامنج مودلز دي الحاجات اللي ممكن استخدمها عشان ابدا ديفلوب ويب ابلكيشن. ويب بيج ان انت عندك عندك حاجه برضه ستيل انت تقدر تكتب في الصفحه بتاعتك سي شارب و اتش تي ام ال. يعني ويب بيج دي كتكنولوجي انت ممكن عندك الابيليتي نفس الكونسبت هتلاقي الاكستنشن بتاعها دوت سي اس اتش تي ام ال، بس ما عندكش اني بيهايند خالص، كل الكود بتاعك بيكتبه في الصفحه دي. تمام، لو فورم اللي هو الاي اس بي العادي، ام بي سي تكنولوجي ان شاء الله هنبدا نتكلم فيها. طيب اي اس بي دوت نت اي بي اي، اي بي اي عارفين هقول لكم حاجه في فيجوال ستوديو كده حاجه اسمها اي اس بي دايناميك، مش عارف شفناها ولا لا. طيب الاي اس بي دايناميك دي بقى بتعمل ايه؟ انت بتديها الداتا بيز، تديها بص قول لها خد الداتا بيز كده، تعمل لك انسيرت اوبديت دي، تعمل لك سيلكت، تعمل لك ديليت فيها انسيرت اوبديت دي، وتعمل لك الفورم بتاع الكريشن، وتعمل لك الفورم بتاعت الابديت، الفورم بتاعت الابديت، كل ما تتخيله انت بتعمله في اي تو زد في الجريد بتاعتك عندك حاجه اسمها اي اس بي دايناميك. اي اس بي دايناميك من ضمن الحاجات بتاعت الاي اس بي دوت نت اي بي اي، بديها بس الداتا بيز واقول له كريت، بياخد الداتا بيز ويعمل ما تتخيله، بيعمل لك الفاليديشنز، وبيعمل لك الكنترولز، وبيعمل لك الجريد، وبيعمل لك الجريد فيها سيت ابيت دي، وبيعمل لك فيها السيلكت، بيعمل لك مال ديتيلز لو انت عايز تسيلكت حاجه باي اي دي فبيعملها لك، بيعمل لك السيرش. تمام، فكل حاجه ممكن اعملها في وان كليك واحطها في الصفحه بتاعتك واحطها في البروجكت بتاعي. يعني ممكن لو عايز اعمل ادمن بيج، انا ممكن اعمل ادمن بيج دي في وان كليك. شوف هي بس هتلاقي تمبلت كده من ضمن التمبلت بتاعت اس بي، حاجه اسمها اس بي داينامك.
طيب من ضمن الحاجات برضه الموجوده في الاي بي اي حته الكونفيجريشن اب هوت كونفيجريشن فلو كونفيجريشن. لو حصل ايرور مثلا في الصفحه بتاعتي يوديني على كاستمر ايرورز او صفحه ثانيه. حته ده اوثنتيكيشن اند اوثنتيكيشن اب اعمل يوزرز كل يوزر يوزر نيم وباسورد. حته الكاشنج من ضمن الحاجات المهمه جدا موجوده برضه معانا في الكورس ان انا ابدا كاش صح سواء عند كلاينت او يعني كاش صفحه. يعني دلوقتي انت عندك الصفحه دي ما بتغيرش كونتنت ما بتغيرش بيروح اه بيروح يجي حاجه من جريد ولا حاجه ويرجع تاني هو بس. فكل ما بروح ريكويست ما بروح يدخل الصفحه نفسها ويرجع له تاني وما بيضغط على اكشن معين بروح لود الجريد دي. لا انا عايز الجريد دي ادلها ثابته ما يحصلهاش اللودنج فانا اعمل حاجه اسمها كاشنج. طبعا حتى الكومبايلنج انتوا عارفين ان الكومبايلر بيبدا يعدي على بايت كود وحاجات عادي. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الكورس بتاعنا اللي هي برضه الجي كويري ومن ضمن الحاجات برضه ان انا هبدا الكونسول اللي كان فيه اللي هو جي كويري يو اي ان انا هبدا اعمل يوزر يو اي او سوري بالجي كويري يو اي هو عباره عن كل عباره عن كود جاهز وببدا اديله لحاجه معينه. يعني مثلا عايز اقول البطن ده اديله ستايل فانا عندي اصلا جي كويري موفر لي حاجه معينه بقول البطن ده انت هتعمل هذا ستايل معين كده يعمل لي البطن شكله ظريف جدا تمام. عايز اعمل بوب اب بتظهر في الويب سايت دي فانت اصلا عندك سي حاجه اسمها بوب اب دايلوج في اليو اي ببدا اناديها بس واطبقها على كنترول عندي في الاتش دي كنترولز تبدا تطلع لي دايلوجز ويبدا يعمل لي انيميشنز والحاجات اللي موجوده كلها. جي كوري موبايل انت برضه في حاجات سي لايبرري خاصه بس في الموبايل عشان لايت ويت ان انا اقدر اشتغل الويب سايت على الموبايل. وطبعا بفيو بورد اقدر كاستمايز الويب ابلكيشن بتاعي يقدر يشتغل على موبايل ياخد الويتس يعني بالات ميديا. ات ميديا عندنا اتريبيوت اسمه ات ميديا. ات ميديا ده بيطبق لي النظام بتاع الستارت فيد بتاعي من على سي على ديسك توب على ابلكيشن عادي بيبدا يطبقه على موبايل ويبدا نقول ازاي برضه اجكس. اتفقنا ان اجكس ديفرنت خالص عن جيت في العادي. اذا انت كنت بتعمل اجكس ويز كنترولز لا انت الاجكس هتعمله ويز كود تمام. العمليات كلها مختلفه خالص تمام. حته الاجكس برضه برضه الاجكس الاجكس لا السله راحت تلاقي الدنيا ظريفه السله تلاقي الدنيا برضه في الفريم سي ظريفه. حته الاجكس برضه بيلود ليها بارك اوف بيج معينه بس انا ببدا اقول له بس الديفاي دي يعني مثلا مقسم الورش بتاع الديفاي فانا ببدا اقول له الديفاي دي بس اللي هيحصل ايه؟ هيحصل له مش عامل بانل وحته لا هو بس الديفاي دي هي اللي هيحصل لها. هو الاجكس عادي بس كود فاكرين في اتش ام ال في عندنا كان حاجه اسمها اكس ام ال اتش تي بي ريكويست هو دي انت دي البايند بتاعها هو بس عندك عندك يعني انت عايز تستخدم اجكس وتقول له مثلا دولار ساين دوت اجكس فانت كده هتستخدم اجكس. هقول لك البورد ديفرنت الفورم عادي الفورم عادي انا ممكن اعمل كده بوتن سبميت بوتن سبميت هيروح فين؟ للسيرفر. بدل ما هعمل الفورم بتاعتي از بوتن سبميت اه احط فيها سبميت عادي بس كل ديفرنس اقول الفورم دي ويز اجكس بس هيبقى كود معين هبدا اعمله بالجي كيو عشان اقول الفورم دي بس هي اللي هيحصل هي لود. اه من ضمن الديفرنس برضه في الام بي سي ان الاس بي لازم يحتوي 1 اونلي بس على 1 فورم في البيتش كلها ده في الام في الـ في الاس بي ما ينفعش يكون عندك اكثر من فورم ما ينفعش يكون عندك اكثر من فورم في الاس بي. اما الام بي سي انا عندي مور ذان فورمز الصفحه نفسها البيج نفسها او الفيو نفسها ممكن يكون فيها فورمز كتير. طيب ايه هو الويندوز ازر اصلا؟ انا مش عارف هو الويندوز معاش كتير. ايه هو الويندوز ازر اصلا؟ الويندوز ازر دي تكنولوجي بطبق بيها الكلاودنج تمام. حته ان انا ما عنديش اني ريسورسز خالص ما عنديش ولا ما عنديش بس على الفيزيكال بتاعي براوزر انا مش عايز منك البراوزر تمام. هارد ديسك يا عم انا مش عايز منك الهارد ديسك مثلا حجمه 2 جيجا مش هتلاقيه اصلا تمام. اما كل الفيزيكال ستورج اون كلاود بره بره في سحاب كده ما فيش اي حاجه انا مش عارف هي فين اصلا. هي عند مايكروسوفت مايكروسوفت عامله مثلا مبنى كبير زي كده كله سيرفرز وانا بروح اريد السيرفر دي. انت عايز تستخدم فيجوال ستوديو تمام. طب روح مثلا اجر فيجوال ستوديو بالشهر بالساعه ممكن اجره بالساعه اجره ساعه اجره شهر تمام. فكل الفكره بتاعت عامه هي حته ماركتنج اكتر من ان هي تكنولوجي عامه. حته ان انا اروح ارند يعني بدل عندنا مثلا حاجه زي ال سموه ايه اللي بنعمل بيه ديزاين مباني وكده اوتوكاد. اوتوكاد عشان مثلا السير لانس بتاعته تقريبا حوالي 25,000 جنيه. طب انا افرض انا هستخدمه مثلا اسبوع وخلاص مش هستخدمه تاني فانت بتروح تنتو اسبوع وخلاص ما بتعملش حاجه اكتر من كده تاني
فبتأجر الفيزيكال هارد ديسك بالاي دي كل حاجه فرينت اسبوع تحط حق اسبوع وخلاص مش عارف مثلا. اما انت بقى لو حاجه ثانيه عايز تشتري وتقدر تحطه في المستشفى عندك. اما انت هتعمله بروجكت معين البروجكت ده لمده شهر وخلاص مش هتقدر ده تشتري ب 25000 ممكن تأجره مثلا في الشهر ده 200 300 400 دولار. ما بصي هو ستيل الكلاودنج في مشكله واحده حته السكيورتي ان انا او حته عامه بلاش سكيورتي حته التراستنج ان انا الداتا بتاعتي بحطها مش ما اعرفش بقى مين بيكونكت عليها ومين بيبدا او اي حاجه ما وصلتليش عمرها ما هتستخدم كلاودنج فاهم؟ هي شركات ممكن شركات بتتعامل معاها في باينس اي مهم شركات فاهم؟ حتى ان انا عامه حته التراستنج دي مشكلة. طيب بلونز خلاص بلونز ازر هو التكنولوجي ان انا استخدم حاجه اون كلاود يعني الفيزيكال ستورج بتاعتي كلها بره عن سيرفر عند مايكروسوفت اروح كونكت عليها ايه اقدر اعمل مؤسسه انت مشكله اجيب سيرفر صغير كلام بس السيرفر بقى عادي بقى بس ادفع فلوس عشان تجيب سيرفر صغير ديسك لا ماشي ما بقول لك اهو السيرفر هذا من كل مكنه مش هيكون لها ستورج معين فالستورج كلها فين؟ طب سيرفر انا محتاج سيرفر في البيانات برضه عالي شويه طيب هي اصلا عندي تجربه كتيره ولا ممكن اقول له خلاص؟ لا هقول له حاجه في ممكن تفرق في البند ويت بتاع الانترنت يعني احنا عندنا انترنت في مصر زي الفل يعني بصراحه ما شفتش انترنت ايه اه توب ليفل ان توصل انا عندي عامل حاجه عندي سيرفر في البيانات هنا سيرفر وحش فيه الاجهزه الناس بتعمل كده على فكره بعض الشركات بعض بيجيبوا السيرفر بتاعته بسبورت فيرتشوال ماشين كتير جدا يعني بدل ما اشتري خمس سيرفر ده ممكن اشتري سيرفر واقوم عليه مثلا 300 سيرفر بس هو بيشتري سيرفر كويس جدا امكانيات عاليه جدا عشان يقدر برضه يقوم شويه سيرفر. طيب من ضمن الحاجات الموجوده في الويندوز ازرع عامه حته ويب سايت يعني ويب سايت يعني انت عملت ويب سايت انت عايز توست اون لاين ليك كده يا عم خلاص توست اون لاين يقدر اي حد في الدنيا يقدر يكونكت عليه الويب سايت بتاعك غير مثلا انا بديفلوب هنا وشايل هم الديفلوب ان انا راح اشوف هوست شركه هوستنج عشان احطه وكمان ما ينفعش سبورت الفريم ورك بتاعتي 3.5 ولا 4 ولا بتاع شغلنا الحلوه دي تمام لا انت عايز هوست ايا كان فريم ورك ايا كان فريم ورك فبتوست الويب سايت في فريم ورك بس ستيل برضه حته ان انت بترنت حاجه بفلوس مش بتاعتنا يعني. طيب ويب سيرفيس انت بتعمل الويب سيرفيس برضه هوستها اونلاين سيكوال داتا بيز تعمل داتا بيز مش عامل بتروح برضه تبوست داتابيس بره. هو ورا عشان ما اشتغلش ايه بقى ده ايه دور الكلام ده؟ شايل مالكش ليك كل حاجه مش على الديسك بتاعك. ما عندكش اي حاجه ما عندكش اي دي ما عندكش ستورج ما عندكش غير براوس. ما لا ما تستغربش هو ويب سايت اون لاين. ويب سايت ده من الويب سايت اللي بيستخدم كل حاجه. ما انا بقول لك اهو انا بقول لك مشكلتنا احنا في مصر حاجتين. حاسس ان انا مش هفتح فلوس مفيش حد في الدنيا بيشتري برنامج اصلا لغايه ان الانترنت داونلود مانجر انا زيكم برضه الانترنت داونلود مانجر مش عارف كام دولار يعني حاجات بسيطه محدش بيشتري هو يا عم شوف الكراك فين من اكبر الدول يعني مصنفين احنا مصر كمصنفين من اكبر الدول هاكينج في الدنيا بجد والله مش هاكينج عشان احنا بنعمل هاك ونخش على مصر لا هو كيجي اللي هاك كيجي وكراك لا احنا ما احنا عم مدى لا صوت ايوه ماشي اوكي انا معاك حتى لو هنا يعني بتاخدي واحده بس 50 جهاز ايوه يعني لا لا شفت لا انت لا خلاص معاك انت معايا بس عشان عندنا في تمام تمام فهو اصلا ده عباره عن ويب سايت الويب سايت مايكروسوفت عندها عشان تقدر تكونكت الفيزيكال ستورج او تكونكت السوفت وير مجانا. بس اشتغل على الازر لا مش هتتعلم على حاجه انت مش عايز تعمل فيجوال سي دي هو مديك فيرتشوال ماشين فيرتشوال ماشين تكونكت على فيجوال سي دي بعد خالص. بس احنا ناخده فيه ايه؟ ان انا بس اكونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي اصلا انت مش معايا اصلا مش معايا اصلا فلوس انا لازم اكونكت على الفلوس.
ده في حاجه في ايه ما في مين هات رقم الجلو نيرج اللي هو جواه كود سلايد ده عنده وحش انا ولا ايه انا معايا اكونت ثاني انا معايا اكونت بس ستيل مش عارف لسه شغال ولا لا ممكن نجرب هوريك انا ازاي يعني انت مثلا عايز ما انت لو قلت فعلا انا معايا اعمل حاجه ايه الاكونت وبرهته ازاي لازم يكون معاك فيزا كارد وتقريبا كان مايكروسوفت اتشيك ما هو ما انت لازم ما فيزا كارد من لازم يكون معاك فيزا كارد من ضمن الحاجات انت بتيجي تعمل ريجستريشن لا 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 على فكره انت محترم جدا انا ما جيت عملت ريجستريشن تمام وخلاص مثلا خلصت ثلاث شهور بتاعي تطلب مني من مايكروسوفت تمام ان انا احب ان انا اجدد ولا لا تطور ايه لا طبعا ما ينفعش المدير ده تشوف تاني لا لا بس هم بجد ما فيش اي حاجه لا ما بياخدوش اي فلوس خالص حتى لو انت معاك فلوس في الفيزا كارد تمام غير ما هما يقولوا لك انت هتحب ان انت تكمل ولا لا ما تكملش خالص بيقفلوا لك الاكونت بتاعك. لا ما هو مش هتقدر تاخد ازاي حاجه ما بتتحكم فيها اصلا انت لازم تكون اصلا بس المشكله ان انا كنت قاعد اعمل ريجستريشن قريب قافل كل حمايه الريجستريشن فري. هتاخد ازاي انت توصل الويب سايت بتاعك هناك وبس او ممكن يعني ممكن انا اعمل ممكن نستعرض حاجه انا معايا حاجه معينه ان انا ازاي احط مثلا من ضمن الحاجات مش موجوده في كورس ان انا احط اللوجن بتاع فيسبوك ومايكروسوفت يعني مثلا اللوجن الجديده كلها عامه لما تيجي تشوف عامل لك ريجستريشن خاص بالويب سايت وعامل لك بقى فيسبوك لينك وتويتر لينك ومايكروسوفت لينك تمام فعملت دي وما عرفتش نشتغلها ممكن نعوضها بحاجه ثانيه. انا اشتغلت على شهور عملت كام ابلكيشن وزدتهم عندي على المحل. ما بنعملش ابلكيشن اصلا ما ينفعش نزل ابلكيشن. انت لو عملت ابلكيشن كمان. بقول لك لو قصه كده عادي ممكن لا هتعمل زي واحد كان بشرح كورس ده برضه قال لي ما ينفعش نعمل كراك بقول لك انا كان اصلا ويب سايت ما عملش كراك يعني شوف الدرجه دي وصلنا لدرجه ان هو مش حاجه عامله ازاي. لا يعني هو الابلكيشن ده والابلكيشن ده انا اقعد انزلها عندي على المكتب كوبي يعني كوبي عاملها داونلود هتعمل داونلود اوكي ماشي هتعمل داونلود اوكي ماشي تمام لا لا هتعمل داونلود كونسبت معين يعني بيعمل لك داونلود الحاجه كونكت عليها بره هو بيظبط الابلكيشن اللي انا عاملها في الاكونت اللي انا داخل انت بس لا مش هو مش عامل كده انا اقدر انزلها عندي واجي كمان ثلاث شهور اعمل اكونت مختلف واحد اقول له الدنيا مش سهله كده ما انت متوقع ده مشكله يعني انت عارف كل اللي بيدوا لك ايه؟ انت عارف كل اللي بيدوا لك ايه؟ بيديك ريموت ستوب هو كل اللي بيدوا لك بيديك ريموت ستوب فاهم؟ ما ينفعش انت تعمل اي حاجه كل الكونسبت الموجود هناك ما ينفعش تعمل ودي دي ميزه انا شايفها ميزه في حاجه في الديسكتوب ما تقدرش تعمل سوفت وير ممكن حد يعمل فيها تمام ممكن حد يجي باشمهندس محمد حبيب وخد يا عم الدكتور ده ونفس الشيء يبدا ناس شغلك لا انت ممكن بقى تعمل سوفت وير ديست ابلكيشن وتشغله اون لاين محدش يقدر يكونكت عليه غير الراجل اللي واخد لك ايه؟ وهتلاقي من ضمن الحاجات دي برضه الحاجات دي من اه مايكروسوفت من ضمن الحاجات برضه الحاجات دي زي اللي هو امازون امازون انت بتروح برضه بتعمل لك ديست ابلكيشن حاجه اسمها سيلز فورس سيلز فورس من ضمن الشركات الكبيره اللي عامله ويب سايت الويب سايت ده اكنك ابلكيشن بتستخدمه ديست اب عادي بس برضه بتستخدمه ستيل بتستخدمه بتفيد براوزر البراوزر ويديك مثلا فري في كل حاجه كل ما تخيله في الاي ار بي موجود على الويب سايت سيلز فورس تاخد بس سيلز فورس تاخد شهر مجانا تبدا تكونسيوم كله وتبدا تستخدم كل حاجه وبعد كده خلاص ايه؟ لا بجد دي بتستخدم حاجات اللي جواها فظيع يعني بس اما المشكله ان انا مش هقدر ادفع فلوس عشان اقدر اكون استخدم يعني طيب حتى الفيجوال عامة الشركة الأصل كله عامة يعني ما بيدفعش فلوس في غير الدول الخليج بقى فعلا تدفع فلوس في الحاجات كويسة يعني ما كنت الكويت كان بيجيبوا سوفت وير شيب بوينت سوفت وير شيب بوينت ده غالي جدا الشركة بتجيبه وتشتريه ازاي وما تعرفش يعني هم مش كويسين احنا عندنا مادة هم مش موجود عندهم المادة هم بصراحة عندهم الحتة دي ادفع اه انا اجيب طرحه وبلوزه وخلاص ما اجيب سوفت وير استخدمه حتى برضه فيجوال سيرفرز كل ما تخيلوا من ويندوز سيرفر بالسيرفر نفسه كفيزيكال تمام بالهاردوير انت عارف عايز تعمل ايه؟ انا عايز اقول مثلا عايز سيرفر بامكانيات 20 جرام فبتعمل عامل لك سلايدر كده تقول عايز سيرفر ب 20 جرام عايز الهارد ديسك كام؟ 4 تيرا فبتشيل سلايدر كده 4 تيرا خد بالك وانت بتشد كده في برايس تحت
في برايس تحت كده تمام بيبدا يعدي لك اه انت هتشتري كذا بكام اه يقول لك انت ترنت باي مانس ولا باي 3 ولا باي 6 ولا باي آه وبتاخد ديسكاونت ولا باي اه لا هو شايف كله ماركتنج بصراحه. طيب فيجوالز فكل السيرفرز عامه كفيزيكال السيرفرز عامه برضه كلها بره موبايل سيرفيس في حاجات خاصه موبايل زي اليوزر في الكاست والحاجات اللي هي كده بتعمل ابديت البروجرام بتاع الموبايل هو بس حاجات بس خاصه موبايل حاجات فيه حاجات خاصه للموبايل بس فقط بتحطها فين في لونس ازر يعني دول حاجات برضه انا اعرفها في اندرويد عامه انا قعدت 4 ايام عشان اكونكت بالسيكول سيرفر تمام بس انت انا كونكت من جافا لعامه لونس سيرفر العمليه دي سهله جدا في لونس ستور ان انا بعمل لونس سيرفيس ولاب شيف سيرفيس واديها للابلكيشن بتاعي ابدا ايه ابدا استخدمه اما عشان كونكت من بلاتفورم بلاتفورم ثاني صعب جدا انا افتكر ان انا كنت عشان اعمل ان كونكت من موبايل اندرويد عادي على السيكول سيرفر جت قعدت 4 ايام عشان انا اوصل للكونت سنتر الحمد لله وصلت هنا. طيب ميديا ستورج اي حاجه خاصه بقى بالفايلز بالحاجات دي كلها بفضل تقدر ان انت تعمل حاجات في حاجه بقى اسمها بي لوب وحاجات حاجه اسمها كيو كورس اصلا كان اسمه ازر ما علينا. ده بقول لك الويب بيج عامه كتكنولوجي انا بدات اتكلم فيها ان الويب بيج في يعني اصلا حاجه اسمها ويب الويب بيج دايركتيف هي بس مش بيديك صفحه الصفحه دي ببدا اكتب فيها اتش ام ال وي سي شارب ده منظر الحاجه اللي قدامنا وده اللي هنبدا نتكلم فيه ك ام في سي هتلاقي السيشن بتاع البيج دي اللي هو دوت سي اس اتش ام ال فايلز وبرده بستخدم فيه اتش ام ال كنترولز اللي هو فورمز فاهم الويب فورم اللي هو الاس بي اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو في بايندنج كنترول وفي الكنترولز ويز ايفنت وفي الايفنتس بتاعتي وبستخدم الحاجه الجميله اللي احنا بنعمل دراج اون دي دراج اند دروب كنترولز طبعا الحمد لله ده مش هتلاقوه في ام في سي. طيب الام في سي برضه هنبدا بقى نستخدم في الام في سي بس المسموح لك انت ديفلوب بيه هو الفيجوالي الفيجوال ستوديو تمام والام في سي بيتكون اتفقنا حاجه اسمها موديل لسه جايلي الجرافيك بتاع الموديل الحته دي موديل وفيو وكنترولر الكود بتاعه او الاكستنشن بتاعه دوت سي اس اتش ام ال اند برضه عندي سي اس ما بستخدمه ما بستخدمش بس غير اتش ام كنترول لا كابسوليت قصده بيها ان انا احط فيها اي كلاس استخدمها في البروجكت بتاعي اي كلاس خاصه برودكت كلاس خاصه كلاس 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 كلاينت فتحطها في حاجه اسمها موتورز عم زي برضه الانتي فريم ورك انتي فريم ورك بالجينيتيك كلاسز صح الانتيز فانا بحط برضه في الموديل بتاعت الانتي فريم ورك طبعا زي ما احنا اتفقنا ستيل ستيل لسه كونفجريشن برضه فيها كونفجريشن يعني كل الكونفجريشن بتاعت الاي اس بي موجوده اصلا في الام في سي السنتيكيشن ببدا اعمل يوزر نيم وباسورد موجوده حتى الممبر شيب انا عندي داتا بيس خاصه بالممبر شيب باليوزر نيم والباسورد والرولز بتاعتها برضه عندي ستيت مانجمنت ستيل عندي ستيت مانجمنت فيو ستيت وستيشن الحاجات دي كلها موجوده كاشنج برضه موجود اوتبوت كاش والحاجات الموجوده في الكاشنج عامه لغايه الان موجوده. طيب تعالى بقى نتكلم في الـ ام في سي دي رسمه انا عايزها